والآن مع النشرة، مواطن يخلع ملابسه وسط الشارع، 23 جنيه كفر معاش اجيب بيهم ايه؟ يعني ايه ده فعلا؟ ايه ده؟ 23 جنيه؟ ده تبذير اوفر يعني، ده مال سايب ولا ايه؟ يعني مش في 23 جنيه ده تجيب بيهم حاجات كتيره قوي، ده العيب منك انت. ايوه العيب منك انت. طيب ما علينا، نشوف خبر تاني. الخبر اللي بعده ان الفنانه صفيناز تروج للسياحه في مصر بألبوم صور أموت وأطبعه. أنا بحب الأثر قوي. أني أثر فيهم؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي في النص. ما تجيب بوسة مينا. نعم؟ هات بوسة. لا ما أنا أفهمك، الدنيا مش كده. هات بوسة مينا. الدنيا مش كده، أفهمك أنا إيه ده؟ إيه ده؟